قطر استطلعت الواقع اللبناني وكونت فكرة متكاملة عن مواقف الجهات السياسية من الاستحقاق الرئاسي. ففي اليوم الثاني لزيارته لبنان استكمل وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر جولته بلقاء بقية القيادات السياسية. فماذا بعد انتهاء زيارة الاستطلاع؟ وهل ستتحول مبادرة ما تخرج الاستحقاق الرئاسي من المأزق؟ حتى الآن لم تتضح الصورة، لأن الوفد القطري يلتزم سياسة الكتمان، ولأنه طلب من كل من التقاهم اتباع السياسة نفسها. لكن ما رشح من الاجتماعات يشير إلى أن قطر لم تسمي أحدا، لكنها قد تقوم بمبادرة ما انطلاقا من العلاقة الجيدة التي تربطها بمختلف الأفرقاء، علما أن أي مبادرة ستكون بالتنسيق التام مع أعضاء اللجنة الخماسية التي تردد أن أعضاءها سيعاودون التواصل والتشاور، وذلك لتقرير الخطوات المقبلة. في الأثناء، ترددات زيارة سليمان فرنجي إلى باريس مستمرة، ووفق المعلومات فإن فرنجي لم يسمع من الفرنسيين أنه المرشح الوحيد بالنسبة إليهم، بل أنه مرشح جدي، وأن الإدارة الفرنسية تستقبل مرشحين آخرين. والأهم أن فرنجي تلقى من باريس نصيحتين، الأولى أن يعمل على تهيئة الأرض لانتخابه على الصعيد اللبناني، والثانية أن يسعى إلى استمالة الفريق المسيحي إليه. فهل فرنجي قادر على تحقيق النصيحتين طالما أن الجو العربي والخليجي ليس متحمسا له، وطالما أن القوى المسيحية الأبرز والأقوى لا تزال تعارض انتخابه؟ بلديا، وزير الداخلية والبلديات أصدر قرارا يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في كل الأقضية والمحافظات. فهل الحكومة والبرلمان سيسيران حقا في الانتخابات كما تريد وزارة الداخلية، أم سيعمدان كالعادة إلى ابتكار سيناريو ما لتفخيخ الاستحقاق الانتخابي؟